تفضل. الهدوء وجمالية المشهد العمومي وبارتباط دائم مع المصالح والإدارات يباشر الدرك الملكي مكانه في إطار شرطة القدس الصيد والشرطة الاقتصادية. المطارات والنوامل بالنسبة لصناعه الجوي فهو يضم مجموعتين أساسيتين المراكز الجوية ومراكز النقل الجوي. يأتي تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس النيابة العامة القاضية بالاحتفاء بهذا اليوم والذي يرمز لمعاني كثيرة خاصة منها مكافحة حوادث السير التي أضحت تشكل عائقا كبيرا على عاتق الدولة خاصة لما تخلفه من آثار سلبية على جميع المستويات المادية والبشرية وعلى مستوى الاقتصاد الوطني. لذلك ارتأينا في إطار مقاربتنا التشاركية مع جميع الفاعلين على مستوى المنظومة الطرقية الاحتفاء بهذا اليوم وتنظيم ورشات تكوينية على مستوى الميدان وكذلك على مستوى مقر المحكمة الابتدائية الذي سيحتضن عشية يومه لقاء علميا متميزا يجمع بين الجوانب النظرية والعملية والتوجهات القضائية في هذا الشأن. وتأتي هذا يأتي هذا اليوم كذلك في إطار مقاربتنا لموضوع مكافحة حوادث السير التي أضحت كما قلت قبل قليل تشكل كاهلا كبيرا على عاتق ميزانية الدولة على عدة مستويات. وبالتالي ارتأينا أن المقاربة الزجرية وحدها أضحت غير كافية لتحسين مؤشرات السلامة الطرقية. وبالتالي نرى في إطار مقاربتنا النوعية لهذا الموضوع أن نشرك جميع الفعاليات خاصة منها الأطفال المتمدرسين والذي من شأن توعيتهم وتكوينهم وتدريبهم على السلامة الطرقية أن يحدث طفرة نوعية ويحسن مؤشرات حوادث السير على المستوى الوطني وبالتالي تحقيق مبتغى رئاسة النيابة العامة بالتخفيض والتقليص من حوادث السير ما أمكن من حوادث السير وبالتالي تفادي يعني إثقال كاهل المؤسسات القضائية وكذا جميع مؤسسات الدولة فيما يخص هذا الجانب. كما هو في النسبة لفرز الطيور والفرز الخنازية والرأس الخنازية في التصدي لهذه الأوبياء طلب احنا فاش كنتكلموا على حوادث السير دونك اول حاجه كنتكلموا عليها في المستشفى كنتكلموا على المستعجلات اول حاجه خصنا نكثروا في الدم ما سيدي المقر ديالنا في خبيصه ماذا بينا هذا مازال ان شاء الله بغينا بعد الجامعه فلاشين وتأكتفوا الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغرب اليوم.